واسمحوا لي أن أدعو الآن سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، لتقديم كلمته الافتتاحية، فليتفضل معالي. دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، معالي الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، معالي الأستاذ أيمن بن محمد السياري محافظ البنك المركزي السعودي ورئيس الدورة الحالية للمجلس، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات سيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. يشرفني ويسعدني أن أتحدث إلى جمعكم الكريم بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي للدورة 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لهذا البلد الكريم المضياف جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وشعباً على استضافة هذا الملتقى العربي الاقتصادي والمالي الهام. كما أعرب عن خالص الامتنان والعرفان والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على التكرم برعاية هذا الاجتماع. ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أتقدم بوافر التقدير والامتنان لمعالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية على تكرمه بافتتاح اجتماعنا لهذا اليوم. والشكر موصول لمعالي الأخ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري على مبادرته الكريمة في الدعوة إلى استضافة الاجتماع وعلى مساهماته الجليلة في أعمال المجلس. والشكر كذلك موصول لزملائه وزميلاته في البنك المركزي المصري على تعاونهم وجهودهم المقدرة في الإعداد والتنظيم، والذي من المؤكد سوف يساهم في إنجاح الاجتماع. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات الإخوة والأخوات الحضور، وفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي من المتوقع أن يتحسن معدل نمو الاقتصادات العربية في هذا العام ليسجل 2.8% وأن يرتفع ليصل إلى 4.5% للعام القادم، وذلك مقارنة ب 0.3 العام الماضي. وفيما يخص التضخم في الدول العربية فمن المتوقع أن يشهد تراجعاً خلال العامين القادمين، فوفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 11% في العام الحالي ونحو 7.8% للعام القادم، وذلك مقارنة ب 13.2% العام الماضي، وذلك باستبعاد الدول العربية التي تواجه معدلات تضخم غير مسبوقة نتيجة الظروف الداخلية غير المواتية. ولعل من المناسب الإشادة في هذا السياق بجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في احتواء الضغوط التضخمية وضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي وتعزيز سلامته واستقراره، حيث كشفت مؤشرات السلامة المالية للدول العربية أن متوسط نسبة كفاية رأس المال بلغت 17.4% مع نهاية العام الماضي، وهو أعلى بصورة ملموسة من متطلبات بازل 3. فيما وصلت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لهذا القطاع نحو 34% في نهاية الفترة نفسها، كما أن نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة للمصارف العربية بلغت أكثر من 90% في نهاية العام الماضي. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات الأخوة والأخوات الحضور، تواجه الدول العربية كغيرها من الدول الأخرى في هذه المرحلة تحديات اقتصادية تستلزم بذل الكثير من الجهود والتحرك نحو تبني سياسات تساعد في دعم متطلبات تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي وبلوغ مستويات مقبولة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تحقق طموحات شعوب المنطقة. ولعل من أبرز هذه التحديات ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية، حيث بلغت 10.9% نهاية العام الماضي، وهو ما يمثل ضعف المعدل العالمي وفقاً لبيانات البنك الدولي.
وفي نفس السياق يعتبر تزايد معدلات المديونية من بين أبرز التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول العربية، وذلك في ظل التطورات الدولية الراهنة، الأمر الذي يبرز أهمية احتواء مسارات الدين وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للاستدامة. هذا وتمثل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي فرصاً كبيرة لدولنا العربية، إلا أن الاستفادة من هذه الفرص يتطلب أنظمة وقوانين فعالة وإدارة مناسبة للمخاطر المرتبطة بهذه التطورات. ويمكن القول بشكل عام أن هناك ضرورة ملحة لتعزيز قدرة الاقتصادات العربية على تعزيز مرونتها الاقتصادية لمواجهة أي صدمات محتملة. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة الحضور، شهد صندوق النقد العربي منذ انطلاق هذا العام عملاً دؤوباً لتطوير الاستراتيجية القادمة 2025-2030، والتي ستتقاطع مع اليوبيل الذهبي لتأسيس الصندوق. وقد شمل العمل تقييماً عميقاً لأداء الصندوق خلال الأربع عقود الماضية، واستطلاع آراء الدول الأعضاء حول الجوانب التي يجب وضعها كأولويات لعمل الصندوق القادم، وأيضاً تحليل معمق لحاجات التمويل للدول الأعضاء في آفاق 2040، إضافة لدراسة معايير أداء وإدارة الترتيبات المالية الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية الشبيهة. وفي ضوء ذلك، قدم الصندوق التوجهات الاستراتيجية الجديدة لمجلس المحافظين في اجتماعه الأخير في القاهرة في شهر مايو من العام الحالي، والذي قام باعتمادها وتشكيل لجنة مصغرة من 7 من المحافظين لدراسة تعزيز موارد الصندوق وتحديث اتفاقية التأسيس. ويسرني إعلامكم اليوم أن اللجنة أنهت أعمالها ورفعت تقريرها وتوصياتها للدول الأعضاء، وقد لقيت هذه التوصيات دعماً وترحيباً كبيرين من الدول الأعضاء. كما يسرني أيضاً أن أشير إلى أن الصندوق قطع شوطاً كبيراً في ترجمة هذه التوجهات الاستراتيجية إلى استراتيجية شاملة ومتكاملة تشمل أهدافاً تلبي تطلعات الدول الأعضاء، وتضم مبادرات ومعايير أداء محددة في إطار رؤية الصندوق أن يكون ركيزة أساسية لمنطقة عربية متينة كرائد في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. وفي إطار تعزيز موارد الصندوق والتوظيف الأمثل لموارده الحالية، تم بموافقة مجلس المديرين التنفيذيين رفع الموارد المتاحة للإقراض بمبلغ 910 مليون دولار أمريكي في يوليو الماضي. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة الحضور، قبل الختام يسعدني أن أغتنم هذه الفرصة لأشارككم بعض المستجدات حول منصة بنى، والتي شهدت هذا العام نمواً في حجم أعمالها، حيث أنه من المتوقع أن يصل عدد المعاملات هذا العام إلى حوالي 120 ألف معاملة، وهو ما يمثل حوالي 4 أضعاف ما تم تحقيقه العام الماضي. إضافة إلى ذلك، تم بذل جهود كبيرة لخفض التكاليف بناء على توجيه مجلس المحافظين، ونتيجة لهذه الجهود المجتمعة في زيادة حجم الأعمال وتقليل التكاليف، يسرني إفادة معاليكم أن المنصة ما زالت على المسار الصحيح وفقاً للسيناريو الأساسي الذي تم عرضه من قبل الشركة الاستشارية PwC في الاجتماع الأخير لمجلس محافظي صندوق النقد العربي والمنعقد في القاهرة خلال شهر مايو من هذا العام. يذكر أن هذا المسار سيؤدي إلى تحقيق نقطة التعادل المالي بريك إيفن خلال عام 2028. وبالنظر للمستقبل، فإن استراتيجية المنصة تعتمد على الاستمرار في الحرص على تقليل التكاليف مع ضمان استمرار نمو حجم الأعمال. وفي هذا السياق، تعول المنصة بشكل كبير على المبادرات المتعلقة بالربط بين أنظمة المدفوعات المختلفة لتحقيق المزيد من النمو. وخير مثال على ذلك ما تم تحقيقه مؤخراً، حيث تم توقيع اتفاقية للربط مع نظام الدفع الفوري في باكستان واتفاقية ضم العملة الباكستانية، وذلك بالتعاون مع بنك باكستان المركزي. وتم إطلاق المشروع بتمويل كامل شامل من مؤسسة بيل وميليندا جيت.
ونأمل أن يمثل هذا المشروع نقطة انطلاق لعدة مشروعات مماثلة مع عدة دول أخرى بتمويل من نفس المؤسسة، مما ينعكس بالإيجاب على تطور المنصة وامتدادها. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات الأخوة والأخوات، قبل الختام أجدد امتناني لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وشعباً على استضافة هذا الاجتماع. كذلك لا يفوتني في هذه المناسبة تقديم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على الرعاية والدعم الكبيرين الذي تقدمه باعتبارها دولة المقر لصندوق النقد العربي، والذي يساهم بدون شك في تمكين الصندوق للقيام بالمهام المناطة به على أفضل وجه. وفي الختام أود أن أشكر أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على دعمهم المتواصل للصندوق وأنشطة الصندوق، راجياً لاجتماعنا هذا اليوم كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.